انتظارات كبيره من البلديه خاصه في النقص الفيادح اللي صار في طرقات خاصه البنيه التحتيه، طرقات بنيه مهترئه جدا في بوحاجله، كذلك غياب قنوات صرف المياه الامطار اللي مش موجوده، تطهير كذلك ثلث برك من بوحاجله مربوط بديوان تطهير، فما مؤسسات عموميه كيما المستشفى الكل ماهوش مربوط بالتطهير، الطرقات برياسك الطرقات ما تعاودتش من 2011 و 2012 ما تعاودتش، طرقات كلها غير صالحه للاستعمال في معتمديه بوحاجله وسط المدينه، مداخل المدن مداخل مدينه بوحاجله والمفترقات بتاع الطرقات كلها اصبحت غير الاتربه المنتشره في كل مكان، الاناره العموميه لازم اعاده الشبكه كامله بتاع الاناره العموميه، فضائيات الخضراء الجردان معناها اللي منتزه البلدي اللي مسكر عنده 3 سنين واربع سنين، البلديه لتو معناها ما عطاتوش حتى المستثمر ولا الحاجه اللي لازم اعاده تعطيه المستثمر. بوحاجلة فيها مصاب في منطقة عمرانية داخل المنطقة العمرانية ويهدد صحة المواطنين خاصة مع انتشار شعل الدخان وكل شعل وكل المناطق السائلة وكل الفضلات اللي أصبحت تهدد السكان، مصابات المرجين اللي منتشرة في المعتمدية في سوقي هذه يميضة ورد جراج وسكرت وكذا، نحن شنو نحب ولا الدود حشاكم الدود يزحف وجاينا الحوانت متاعنا لأنهج الداخلية كلها ظليل، اللي نارا كان في النهج في النهج الرئيسي ومش نارا قوية برشا زيت. المشكلة الكل كان فك المدجن هذيك، فهمتني؟ بالنسبة تو كان في الشتاء هاو مع الشريحة وكل شيء جميع، أما في الصيف تو كي تغطوا كل شيء تولي ريحة راهو مشكلة كبيرة ياسر. أول حاجة الطرقات لينارا العمل البلدي الروتيني اللي كيما النظافة كيما البوباليات كيما فهمتني، هذا كل التطلعات نحبوا تصير الحاجات هذه باش تتحسن بلادنا بشوية بشوية بحكم أن البلدية مازالت محدثة. نقصنا استاد، نقصنا دار ثقافة، نقصتنا سال دو سبور، نقصنا التنوير، نقصنا كل حذاير هذيك ما تابع البلدية فهمتني، عندنا الانجراف. بالنسبه للزبله هي تشوفها على الطرقات هاك تشوف الكياس انت معناها يجي على سامي واد ويجيب سامي مثلا حاجه يطيش الزبله يطيش ما يهموش، وابجل حاجه هو الرمبال هنا علاش على القاعد معناها عباد كل عام معناها ياكل في عباد شيء غريب فهمتني، تولي لولويه وتولي برش حسب هذه فهمتني. انا مثلا انا 5 ولا 6 مساك فلاحيه ما يتعدلك مثال على تركتور، ما يتعدلك الا على بهيم، باش يطلعك شويه الخضره معناتها نتاعو ولا كذا، ثم ناس معناتها لو تصب الشتاء بالضبط، عامل حسابك معناتها يلبس بوت ولا معناتها يشبر السروال فوق، باش يتعدلك مثال المزنيه. بالنسبه للبلدية العليا ناقصه برشا حوايج، ناقصه تنوير عمومي، كياسات محفره، ما فماش منتزه، ما شباب ما عنده وين يمشي، ما مسالك فلاحية ما فماش. السلبي موجود برشا لكن الايجابي ما فماش. نقائص موجوده في العليا هي البنيه التحتيه، في الرياف كان التنوير العمومي مش موجود، مسالك طرقات فما فيهم النقص فيهم، مثال موجود برشا فضلات يعني مسخ البلاد. انعدام وسائل الترفيه بالنسبه للصغيرات، ما ثماش دراجع، ما ثماش مناج، ما ثم حتى شيء، معناتها الصغار يا اما يمشوا للبيبلينات ولا سال دو جو والا في الدار محصورين ما عندهمش كيفاش يتفرهدوا. حاجه اخرى معناتها رفع الفضلات معناتها ماهوش بانتظام، ثم ما ثماش هويات مركزه قدام كل المناطق السكنيه والعمارات اتسيتيرا، الطرقات مهترئه نوعا ما، هي تنوير عمومي فهمني، بالاضافه الى البطاله فهمني هذاك ما نحكوش فيه، بطاله فهمني الشباب ديما شاد القهاوي.
ناقص التنوير، ناقص الكياسات، معناها مش محفرة كلها، فهمتني؟ ناقصة برشا حوايج بالنسبة لبلدية حافوس. الناس كيف كيف. وسائل الترفيه، العائلات، عائلات تترفه في الشوارع. ديما تبقى النقاص بتاع البلديات، التنوير العمومي في بعض الأماكن ما نعمموش، والمعضلة الوحيدة هي حي الكردية في حافوز اللي متسكنين يعني حتى ماء صالح للشراب، تنوير وشبكات التطهير. تطهير، فهمتني؟ ونطالبوا بذوي البلدية ما عندناش، فهمتني؟ عندنا كياس تعريف نمشوا عليه لسوانين الكل، فهمتني؟ ماهوش مكيس وقت يتصب أقل نو، فهمتني؟ نطبعوا ونقعدوا فما سوانين ما عادش نجم نتعدولها. خزان، خزان تاع ماء، فهمتني؟ مهدد للطياح، وعلمنا به الإدارة وجو رسمونا، فهمتني؟ الفوق باش يبدلوهن، وأنا قاعدين نستنوا تو ما جانا حتى شيء، وفما ناس مش وصل للماء قاعد عطاش. طالبوا بروضة بلدية، فهمتني؟ الصغار. بالنسبه للشبكه باهيه، مش باهيه، ناقصه شويه نظافه، ناقصه شويه ما فيش كياسات، ما نار الناس هاي جاتنا ناقصه برشا مواد نتاع ترفيه كيما قاع مغطات. احنا كنا نكاورو في دار شباب قبل بلاش تا ولات بالفلوس، استاد كنا نكاورو فيه ولا تا ما عادش، ما عادش كنا نمشيو جمله. بالنسبه للبلدين نتاع الشبكه ناقصه برشا حوايج، مثلا شويه نظافه، ناقص نظافة، ناقص تهمية، كل من تتراوح على كل شيء. جيت لفت لها مثلا خاصة نهار السوق ناقصة برشا حوايج. في المسارك الفلاحية كما عندنا المطيرية ذي بلاصة ريفية لبرا، العباد لامدة ما تلقيش كيفاش تجي باش تقرا، مكوفر من مطر تجي مطرة ولا حاجة، العباد ما تلقيش كيفاش تجي حتى بالمدرسة ولا الحاجة. وفما كما نقولوا منطقة سقوية هذه السنتاج مخصوص، السنتاج هذايا فما يمكن هذه يمكن 3000 زيتون ولا 4000 زيتون، كل واحد عنده سنتاج قاعد مخصوص. السنة صابت الزيتون، الزيتون تحرق برا، صور وشوف محروق الزيتون. تنوير معناتها في الشبيكة هنا مرة تلقى شارع يخدم شارع لارا، مش كلنا أنا. في المساكن في لاحي ما فما حتى مسلك في لاحي يصلح انه حتى تمشي فيه بسكليت، معناها ما عندنا حتى شيء، خاصه والتنويه والتنوير. عندنا الاناره مثلا، الاناره العموميه ما عدناش بالكل، كل واحد زبته طايش فيها قريب للدار، وبكتا وتتلم تقرا وروايح وحاجات مش بصراحه مش معقول. عندك المسالك الفلاحيه ما فماش، عندك رفع الفضلات ما فماش، عندك روضه الاطفال زادها ما فماش، مازالوا ما التنوير العمومي مازال ما فماش. برشا شباب عندنا هنا ومعناه ويزموا دعم في حاجه ترفيهيه باش يتنعشوا ويقروا. كمان عندي موهبه ما جيت من فطق، لازمتنا دار شباب، مسرح، نوادي، برشا حاجات. نقصنا طريق هاك تشوف الكيس، كي نجيو ماشيين للمدرسه هو ملعب ما نلقوا وين نلعبوا، حتى في العطله اللي هذا شاد القهوه ولا تراكين. نحن نطلبوا من البلديه تعمل لنا استاد نكوروا فيه، وليديات فما دار شبيب، دار ثقافة، ومسرح، ونوادي. حلينا برشا مشاكل كيما هالبلايصه هذه نتاعتها، البلايصه نتاع لوجيات النقل بصفه عامه، سواء نقل ريفي ولا نقل عموم، يتحول نكاتة بحكم أنا غادي كتع الكياس بعيدة شوي وكذا. مستوى البنية التحتية نفس الشيء، ثم مشاكل كبيرة ياسر، ثم نقايص، ثم شوارع ما هيش مهيئة، حتى داخل المنطقة البلدية توسعت المنطقة البلدية ولتشمل يعني كامل المعتمدية. لوناس هذه رقم واحد، وبالنسبة حتى الماء فني لصالح للشرب فني ما فهمش خلاص.
الإضاءة هذه الإضاءة فيها ثم نقص في الإضاءة وفهمني، وحتى البلدية في حد ذاتها يعني مقصرة فهمني، ثم ضو يقعد فهمني ل 24 ساعة ل 24 ساعة وعلى ما يدور السنة. عندنا ملعب هنا نقص شوي تهيأ، وعندنا ملعب اخر ناقص كيما هذي نتاع الشباب هذي، زاد حتى في برشا نقائص خصك الطرقات كيما هذه هاي فيها هالمطبات هذوما وفيها وين يوقف الماء هنيك، ماذا بينا زاد ماذا بينا زاد يصلحوا منا. منطقة العلبيدة هي منطقة فلاحية بالأساس ومركزة على الفلاح، والنواقص نتاع الفلاحة نتاعها معناها نورمال مو هي الأولويات نتاعها نتاع البلدية كي مستعمل. عندنا تعليب الطرقات معناها عندنا طرقات المسالك الفلاحية اللي هو الفلاح وقت اللي يجي يعمل الاستثمار نتاعو يعمل الفلاحة نتاعو ما يلقى كيفاش يخرج. هذه الأولى. الثانية تنوير الآبار. مضمون يهبط الحفوز أي حاجة، نحن بعيد علينا أي حاجة حتى فارماسي بعيد علينا ما فهميش. مستوصف أكثر مستوصف ما فيها حد شيء. التنوير فماش، الطرقات فماش، رفع فضلات ما فماش، دار شباب مع حتى نادي نتاع شباب ما فماش. مجال الترفيه والله منتزه للصغيرات، روضة عندنا أولاد لهنا صغار ما يلقوش روضة، ديريكت يدخل المكتب يدخل السنة الأولى ما يدخل مش محضر، يزمع على الأقل روضة لهنا و... فلاحة تو تشكي من نقص في الماء، فما نقص من صالح الشراب فهمني، فما الشباب اللي هنا عندنا الاغلبيه نتاعها تنجم تقول 60% معناها منحرف، اذا مش منحرف راهو مهاجر. شنو لازمه؟ لازمه دار شباب، لازمه مثلا استاد ملعب بلدي، لازمه مثلا تقريب معناها اموال خدمه. الززاره اللي هنا هم في السوق هنا فهم مرشي اللي هنا يذبحوا هكاك في الشارع وسخ وهو تبقى ريحته غادي، يزم بطوار ونظيف على الأقل ينحي الوسخ وله عناية بهم المرشي لهنا. البنية التحتية هشة برشا بالخص المناطق اللي فيها السبخة واحد مياه راكدة في المدة الأخيرة، معناها جو إشكالية كبيرة برشا فيه بعد نزول الأمطار بالخص، فما حتى ليسي متاع ابن حزم وصل حتى قعد جمعتين مع ما قراش، لازم فما زون تورستيك في بن يردان باش تولي تتحسن السياحة وتولي موجودة في السياحة، نجم نحكو على السياحة في بن يردان. أطلب من المجلس البلدي الجديد أن يقوم قبل كل شيء بتنظيف المدينة وخاصة المياه المستنقعة. نعانوا من الطرقات يعني من اللي جابنا اللوناس، هذا الطرقات يعني في بلدية بن قردان يعني بدت خلاص عندنا يعني المستنقعات يعني عانينا وعانينا الأمرين في هالعام اللي فات في هالأمطار الكبيرة. بلدية بن قردان فيها مشاكل تنموية معناها انفراستركتير، فيها مشاكل يعني عميقة باش نصلحوا لازمنا برشا موارد. المشكل البيئي رغم وأن نسمع اللي باش يتحل مازال ما مريناش حاجة فعلية. المشكل متاع الحرفيين في جزيرة جربة كيف ماهيش القطاع ماهوش منظم. بالنسبة للبلدية تجيك كان في حاجات فهمت يعني حاجات شنو تزيد تضغط على المواطن وكو ما تجيش في حاجات باش يعني كما نقول احنا في وجه البلاد هكا باش حاجه تنظمها ولا فهمت تشوف يعني تزيد تعاون البشر فهمت باش يتحرك وهاك تشبع في الدنيا كيفاش هي. لا تجيك مثال تزيد تضغط عليك انت ما تنصبش هكا انت ناحيتين ذات انت اعمل هكا.
الفوضى، سامحني الفوضى ولت حتى في الكياسات في الطرقات. اكتساب الفوضى خاصة إذا السوق الأسبوعي المفروض البلد بحال المطالبين بحال بتهيئة سوق جديد بحال يليق بالمنطقة يليق ببلدية حومة السوق. المشكل الثاني هو المشكل البيئي، المطلوب على البلدية أنه بحال إذا تفعل إذا بحال إذا حملت أن النظافة. أربع نقاط أساسية هي النظافة، كاحنا منطقة سياحية ومرآة العالم والمصب الزبل هذايا. الطرقات يلزمها تكون طرقات معناها قاعدين نخلصوا اليوم، الناس قاعدة تخلص في الفينيت نتاعها وتخلص في الطاكس، لكن المردود ماهوش موجود على الطرقات، عندنا الحفر موجودة في البلايص كل. انتصاب الفوضى هي هذايا، انتصاب الفوضى يمكن سوق الجمعة اليوم في ميدون ترى الناس ما عادش تحترم الطرقات في وسط الطريق جاية، انتصاب كيما كيك اليوم كما تيجي البني الفوضوي بالنظافة في الخدمات في برشا حاجات اللي ماهيش قاعدة تدور. إن شاء الله تكون متى متى نقول إحنا الرجل المناسب في المكان المناسب، هذاك شنو معناتها الإنسان اللي يجي باش يخدم البلاد. ماذا بينا شكون يجي يكبس شوية ينظم شوية من كل النواحي، من البنيان معناها المعمار اللي في جربلي مشى معناها ألوان وأشكال وهندسة معناها خارج على أي خارج على معناها خصوصية جربة. ما عندهاش فرح حماية مدنية، منين يغرق الحد في البحر إلا ما يكلموا هنا ومن هنا يكلموا المدنيين، هذه حاجة مؤكدة. وتحسين الطرقات وتمديد شبكات الماء ويلهوا شوي بالفلاح، يعبدوا الطرقات يعملوا التنوير يلهوا بالنظافة المدينة فهمت لا، ويجيبوا لنا معدات ويحسنوا لنا البلاد. الشباب كله عاطر هنا تو، وطرقات قاعده مش هيك طرقات تسمحوا، البني كله اغلبيتها معرقل، عنده يجي 5 ولا 6 سنين ثم شويه ديماراج تاع بني شويه مش يس مهناش تحسش بها حاجه باهي. يحسنوا لنا شويه وضعيه فهمت في مجال البيئه وكل شيء والنظافه وكل شيء، حتى نسبه المعامل وكل شيء مهناش في سيدي مخروف، هاك تشوف معناها ما فهم شيء، ما فماش حتى اللي جيت باش يخدم يمشي المدنيين. ناقصة برشا حاجات، عندنا التنوير، عندنا البلدية ما تهزش الزبلة في وقتها، انتصاب فوضوي هكا تشوف فماش نظام الواد الواد هنا كاتي زادة فهمتني، شغالة الناس ناصبة هنا في الواد. البنية التحتية نتاع البلاد النظافة معناها ما يهم المواطن، معناها الخدمات معناها مرافق الحي، ننتظروا منهم نظافة نتاع البلاد وترتيب نتاع الأسواق هكا اللي خش بعضها السوق السوق الأسبوعية ولا السوق هذه هنا وهذه هي. يحسنوا لنا شوية في الطرقات خاطر كلها مكسرة مش برجلة. الخدمات ساعة وتهية كما تقول السوق البلدي ما تلقاه مسخ معناها وحاجاتك، يلزم شوية مراقبة ويلزم شوية شوية كبس لكم. ينظفوا البلاد بالكدا خاطر برشا أماكن مش نظيفة الحق،